السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، متابعي الأوفياء لقناة شوف تي في، مرحبا بكم في هذا البث المباشر والحصري مباشرة من مدينة العرائش. إذا أنا مباشرة متابعين الأوفياء من مدينة العرائش، حالة من الحالات الاجتماعية. إذا أنا قبل ما نبداو هذا البث المباشر والحصري مباشرة من مدينة العرائش، كنتمنى من جميع المشاهدين والمتابعين الأوفياء لقناة شوف تي في أنهم يبارطاجيو هذا البث المباشر، يبارطاجيو هذا البث المباشر والحصري. السيده هذه عندها واحد طرف الارض استفدت منها عن طريق الاستفاده، كانت ساكنه غير في البلاكه، ومن بعد ما استفدت للاسف الشديد ما قدرتش انها تبنيها، وكطالب من المحسنين ومن المتبعين الاوفياء انهم يتعاونوا معها. السيده الله يحسن العون عيات بالكرا، تقهرت بالكرا وبغات الناس يتعاونوا معها، لعل وعسى يكون شي محسن او محسنه اللي تعاون معها وتبني لها ديك الدار وتهنيها من الكرا، لان مصاريف الكرا نتوما كتعرفوا راه الشهر بحالو بحال السيمانه دغيا كيجي. اذا تفضل شريف. السلام عليكم، انا كنطلب منكم اخوتي المحسنين الله يرحم بها الوالدين، تعاونوني اخوتي بهذا السكن. رانا عندي 7 عيال ومطلقه من راجل 15 عام باش عطاوني هاد القطعة فوتي، وكنت خدامة كنت كنخدم غير في الحمام، ومرات بقى عندي القلب ما بقيتش كنقدر، وشكرا خوتي راه تجمع عليا، وانت كتعرف إلا ما خلصتيش الكرا راه نجي من الطريق خرجك، وعندي العيال ومعايا ولاد بنتي وبنتي عيانة، وما جبرتش القدرة اللي ما جبرتش باش نبدا ولا باش نكون ولا باش انتما كتعرفوا كل شيء صعيب، وكل شيء ما جبرت فيه القدره باش نعطي ما باش نتحرك ولا باش نكون ولا باش دابا كنقول منكم الله يجزيكم بخير، عاونوني باش ما قصم الله نوقف ديك السكنه نعطيها وليداتي نحدي بالروح اخوتي. رانا مشيت انا وكلشي غيتشرش بزاف، هادشي اللي كنقول منكم الله يرحم بيها الوالدين، تعاونوني غير ديك الساكن. إذا كما سمعتوا كما كتسمعوا المتابعين الأوفياء لقناة شوف تي في، راه السيدة الله يحسن العون تقالت بالكرا وكطالب من المحسنين أنهم يتعاونوا معها تبني ديك البقعة الأرضية. بقعة أرضية استفدت منها تقريبا هذه 16 سنة المتابعين الأوفياء، 16 سنة وهي عند البقعة الأرضية، ولكن للأسف الشديد نظرا للظروف ديالها المعيشية الصعبة ما قدرتش أنها تبنيها، وكطالب من المحسنين أنهم يتعاونوا معها لعل وعسى تبان شي محسن أو محسنة اللي بني لها ديك الدار، واللي ما قدرش غير يبارطاجي فالدل على الخير كفاعله، غير يبارطاجي لعل وعسى يكون شي محسن أو محسنة اللي تعاون معها. حكينا القصة ديال بنتك اللي عايشة معاك وبنتي عيانة، تاهي عيانة وعندها جوج ولاد، وما قدها تاهي غبزة وطايشة، ما كنجيبها ما كتقلشي، وعندي جوج ولاد رانا ربداهم لا، والعيلة عيانة براسها وكتهرب لي الزنقة وكتمشي وكتسدال وكتجيب وليداتها، وانت كتعرف انا ربدا جوج ولاد واش خمسي نجيبهم خمس نحفيهم، ما قدرتي تا هما انا ربداهم معايا. فاش كنتي خدامة؟ خدامة عاب الحمام نمشي للضيور نمشي، ما خليت يمشي ما خليت يخدم، يوما ما بقيت كنقدر عيانة ما بقيت كنقدر، الصحة ديالي تطورت تعيشي على الدواء كنشرب غير الدواء طونسيون قاعد، مابقيت كنقدر نمشي تنوضا، وأنا كنقول منكم الله يرحم بيا الوالدين، عملولي غير الساكن غير فين تخبى حتى يجيب الله العمر، هادشي اللي كنقول منكم أخوتي. كما سمعتوا متابعين الأوفياء، السيدة ما كطلب والو، ما كطلب لا فلوس ولا إحزانهم، كطلب غير الناس اللي يعاونوها، اللي قادر يعاونها يتواصل معها، اللي ما قادرش غير يبارطاجي فالدل على الخير كفاعله. أكيد أن المحسنين والمتابعين الأوفياء دائما معودنا ودائما كيتعاودونا على أنهم كيتعاونوا مع الحالات وكيتواصلوا معاهم وكيتعاونوا معاهم كما قلنا وكيتواصلوا معاهم. إذا كنتمناو من جميع المشاهدين أنهم يتعاونوا مع السيدة هذه، راه في أمس الحاجة لكم، راه عندها الوليدات وغير كارية والكرا قهرها. الكراء راه قهرها للاسف الشديد، وكطلب من المحسنين ومن الجميع انهم يتعاونوا معها ويتواصلوا معها. هذا نداء في حد ذاته كنطلبوا من الجمعيات ومن المجتمع المدني وكذلك من المحسنين باش يتعاونوا معها، لعل وعسى تلقى شي اذن صاغيه باش
تهنى من هاد الكرا. راه الكرا قهرها وراه المصاريف ديال الكرا نتوما كتعرفوا الله يحسن العون الناس اللي كارين. دابا انت كطبيب من حسين اللي باش يعاونوك. يعاونوني يا سيدي غير يعاونوني، ما كنطلب منهم فلوس ما كنطلب منهم حتى حاجه، يعاونوني نوقف على السكنه فين جمع وليداتي ولاد بنتي، راه عندي زويجات هادشي اللي كنطلب منهم. انا ما طالبه فلوس ما طالبه والو، كنطلب منهم يعاونوني غير على هذيك البقعه نجمع فيها غير وليداتي تيجي بالله العمر صافي، باش ما صحاهم سيد ربي. اذا كما سمعتم متابعين الاوفياء ما كطلبوا والو، كطلب غير المحسنين باش يتعاونوا معها. تهنى غير من الكرا المرضى، غير من الكرا نتهنى يعاونوها باش تهنى من الكرا، لان مصاريف الكرا الله يحسن العون مصاريف الكرا قاسيه، والشهر بحالو بحال السيمانه للاسف الشديد، وان السيده راه ما عندها حتى واحد اللي يعاونها، راه غير بوحدها الله يحسن العون، كانت خدامه غير في الحمام، ودابا نتوما كتعرفوا الظرفيه راه غير جالسه. حتى الكرا راه طالع عليها ما قدرهاش تخلصوا للاسف الشديد. كنطلبوا من جميع المحسنين والمتبعين الاوفياء لقناه شوف تيفي سواء من داخل ارض الوطن او من خارجه، انهم يتواصلوا مع السيده هذه ويتعاونوا معها، واللي ما قدرش يتعاون واللي ما قدرش يتواصل غير يبارطاجي فدلوا على الخير كفاعليه، وتحياتي للجميع.